وين فعدي جينا والطبال عليك رزقك ان شاء الله تكون معانا كان حب وعطانا ربي الفرحه تكون معانا فعدي هاوينو صبرتي صبرتي وهاكي ليلتي هنعناع هاوينو دار دار وارجع ليك الله يهلك اصحاب الشر اللي دخلوا ما بيني وما بين رازلي وفرقوا ما بيناتنا هاوينو عاد باش يرجع لي طب فعدي جاي وانا ما فرحي جانا واش ياك صبحتي زايد يا شيخ خسر عليك في النوار ما هو رجع علي واش هي شهد العقل ما ظهر ليش لا 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 راجلي مولا بيتي وانا هو منهم واش يا وانا هو منهم اخي هما 13 هذاك الاولاني والاخريني هاي كل شيء بالبركه يعيشوا خي شفت هاون ورجع علي هاي خليني نمشي ما عادش علي وقت خديت موعد مع الحجامه شفت هاون ودار ورجع علي ما نحبوش يشوفني في الحالة ذي اللي يزيد ينكر واش بيك هاي خليني نمشي الحجامة راي الفرحة بتاعي كانت قد دكة توي تولي قد دكة ها حليلي راي قد دكة خليني نمشي الحجامة تقص لي راسي شعري الحب حاجة بهيز خلاص قتبن أبدا حب يهبط على مولاه يقزمه مرة واحدة بهيز المرأة طلعت خلت تصيق وخرجت تجري الحب محلاه ربي نوب علينا ببنية حلال وربما تخطف أعجب لا ونوع لازم ورينا بلاي على لازم راح ايش تعمل هنا في داري؟ الحجم في لحيتي الحجم في لحيتك في داري؟ بصابوني وبماكينتي؟ استنى الساعة ما نعرفش اظل الوجه ضاي ونشوفك نعرفك قبل مشك لازهر ولد الثابت خوك ايش بيك عامل؟ اسمع اقوليك كلمتين اخوات كلمتين خفاف انضعف كان عامل روحك مهف نيراني اهف منك كان عمرهكم مزور ناراني أزور مني كان عمرهك الكي ناراني أذكى من أذكى من من أذكى منك أنت أنت أذكى مني لا أنت أذكى منك أنت ما فهمتكش حتى أنا ما فهمتكش ما عليناش وينو اللي كان هنا وين هنا في القفص القفص هذايا ما لا ثم قفص آخر وينو اللي كان هنا؟ قول لي كليتو ها؟ القفص هودي العصفور اللي كان في القفص القفص هذايا شوف راني راني باش نطيح لك زروسك هذانا هذاك زروسك هذاك مسنيك باهي وهذا هذاك خشمي باهي وهذانا هذاك هما عينيك باهي وهذا هذاك هما ذيك اللي تسمع بيهم باهي تو باش نسالك سؤال ونشوف زيدش مركاكة تو هنا نسر فيك واللي انت تسر فيا مش عيب عليك مش عيب عليك جهامة كيف كنت طامع في عصفير هك ماكل عصفير مش عيب عليك يا راجل ها بلي نجم نسر ما تقص علي وقت نبدا نتكلم ما تقص علي خلاص قتبا ابدا شبيه يا سيدي وكان الناس اللي كيف كنت نشدوا العصافير مثلا القرديل وام الحسن وبوم زين وحتى الزاوج نطيبوا عليهم شربه ولا نشوهم اشكون باش يغني لينا اشكون باش يزهينا اشكون باش يفرهدنا مش عيب جامع كيف كنت الراس نتاعو قدك ها طمع في عصفير بخمسين غرام لا عمي بستين غرام في ستين غرام ولا سبعين غرام ماني ناعش عشو غير ملك عيب قول لي زعم قول لي وشي اللي طيبت عليه لوبيا لا ملوخيه لا ام كحوريه لا ام الزهره مش نحكي على امك انت نحكي على الماكل فورت عليه الكسكسي لا ما لو وش عملت عليه ما لا اكهو ما لا طيرته لا سيبته طيرته طار وحده كيفاش طار وحده ومن هو اللي حليه الباب باب الدار هودي باب القفص القفص هذايا شو تقول لي القفص هذايا ثم قفص اخر يحتمل هذه الساعه يحتمل معوش نهب نسمع به يحتمل
تودي قلت لك احتمال من هبش نسمع به اللي هي احتملوا ولا ربما ولعل وشوف وشوف وما ظهر ليش عظم الكلمات كل عظمها واخواتهم ما عادش نحب نسمع بهم فهمتني ما برا نجيبك الكرسي برا طن وليك برا نجيبك ما يصير شوف انا راني سكت لك ياسر وقدرتك ياسر اما توا مشني مش نعدي لك توا مش نعاقبك يلزمني نعاقب ما كانش يقول وضعيا دور غادي دور دور غادي ما تفرجش هذه وشنية؟ هذه ما 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 اسمها ما ماكلة هذه ماكلة تو نهدك ما ما ماكي ما كيفها شيء هي بالحق هذه ما كيفها شيء تو تشوف شو تعمل ماكي 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 مكيدة مكيدة صحي هاي سيدي هاي أعطيني الدماغ سيدي هتا نقول لك كيفاش عمي كيفاش نعطيك الدماغ راك عمي يا ودي مش دماغ هات مش دماغ اعطيني الشعر خليني نقصولك خليني نتحفلك ما تقصليش شعري شيه قلت لك ما تقصليش شعري ما سمعتكش بالعربي ما تقصليش شعري وقتاش وليت تتكلم وتحل في فمك وانتم خليتوني نتكلم ومن هو اللي شادك ومن هو اللي قال لك ما تتكلمش حد منكم ما يسمعني وما يسمعني.